لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وشرفه وعظيم سلطانه، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، شهاده ايمان والادعام والاقرار، شهاده تنجي من قال على النار. ونصلي ونسلم على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الكريمين، ومن تبع هديه واستنى بسنتهم الى يوم الدين. ثم اما بعد، ايها المؤمنون عمار بيت الله، نعود لنواصل دروسنا في تفسير العبادات. وفي الدرس الاخير كنا قد توقفنا في الحديث عن فرائض الوضوء، ووصلنا الى حديث ناظم اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك، عندما وصل في النظم الى قوله فرائض الوضوء سبع عدها، اي انه بدا في الحديث عن الفرائض التي لا بد منها ليصح الوضوء، لان اي اخلال بفرض او ركن يصبح الوضوء باطلا لا يعتد به ولا يترتب عليه اثر، فتكون الصلاه كذلك باطله. ولذلك اذا تبين فساد الوضوء انبنى عليه فساد الصلاه. مثلا من نسي فرضا من فرائض الوضوء، أنه توضأ فترك فرضا من الفرائض ثم صلى به صلاة أو صلوات، ثم تذكر بأن وضوءه وقع ناقصا أو وقع غير صحيح، فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة التي صلاها بعد ذلك الوضوء. لذلك الأركان أو الفرائض مهمة جدا، وهي التي اقتصر الله عليها في القرآن، يعني في القرآن الكريم عندما تكلم مولانا سبحانه وتعالى عن الوضوء سواء في سورة سورة المائدة اقتصر على الفرائض، فذكر الفرائض فقط في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الفرائض التي ذكرت: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكر أربعة، لكن بقيت هناك فرائض ثلاثة تستنبط أو استنبطها العلماء من خلال هذه الآية استنباطا، يعني مثل النية التي تؤخذ من قوله إذا قمتم في المقصود إذا أردتم، والإرادة هي النية. والدلك الذي سنتحدث عنه اليوم وهو يدخل في مفهوم الغسل، لأن العرب يفرقون في اللغة بين الغسل واللمس، فلا يكون غسل إلا إذا اجتمع فيه لمس ودلك، فيدخل الدلك إذا في معنى الغسل. وأما الفور وهو الموالاة وعدم التفريق بين أفعال الوضوء فيؤخذ من سياق الآية بالعطف بحرف الفاء عند قوله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالفاء تقتضي التعقيب من غير تراخي، ومن ثم تدخل الموالاة كذلك في الآية دخولا يعني ذهنيا، فتكون الفرائض السبعة التي ذكرها الناظم عندما قال فرائض الوضوء سبع عدها، اي عدتها سبع عدها: فنية وغسل وجه بعدها، وغسل اليدين بالمرافق، ومسح كل الرأس بالمفارق، وغسل رجليك بكعبيك استقر، والدلك والفور بذكر من قدر. فذكر الناظم الفرائض او الاركان السبعه وهي تؤخذ من الآية، يعني من آية سورة المائدة، بعضها يؤخذ صراحة وبعضها يؤخذ ذمة، كما أن الأحاديث النبوية تدل عليه. فبدأ بالنية، وقلنا إن النية أن يقصد بقلبه أو يعزم بقلبه على ما يريد أن يفعله بجوارحه. أنت تريد أن تتوضأ فتعزم بقلبك على ما تريد أن تفعله، فيعزم بقلبه على فعل الوضوء من غسل الوجه ويعني غسل اليدين الى المرفقين، ومسح كل الراس او جميع الراس، وغسل الرجلين الى الكعبين. هذه النية، والنية امرها عظيم وامرها خطير، لانها يفرق بها بين ما هو لله وما هو لغير الله عز وجل، يفرق بها ما بين العبادة وبين العادة كما يقول الفقهاء. اذا قلنا ان الفريضة الاولى هي النية، والنية هي فرض في كل عبادة، قول الله عز وجل مثل ما ذكرنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فجعلت هذه الآية نية فرضا
الصحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذه هي طبعا تكون عند بداية أي عمل، تكون مقترنة بداية العمل، ومن ثم الوضوء أحسن أو الأفضل أن تكون النية قبل غسل اليدين، قبل غسل اليدين ثلاثة، قبل إدخال في الإناء وهي سنة، فتكون النية قبيل هذه السنة، فإن نسيها وتذكرها قبل أن يشرع في غسل وجهه صح الوضوء، لأنه فعلها قبل أول فرض، يعني من نسي النية ولم ينوي إلا عندما أراد أن يغسل وجهه وهو أول فرض من الفرائض في الوضوء فلا بأس، وضوءه إن شاء الله تعالى صحيح. أما إن تأخرت النية عن غسل وجهه فيعاد الوضوء من أوله لكونه لم ينوي في أوله والنية ركن. ثم قال فنية وغسل الوجه بعدها، وتكلمت في الدرس الماضي عن غسل الوجه فقلنا إن في اللغة الوجه هو ما تقع به بالمواجهة، والفقهاء عندما أرادوا أن يحدوه قالوا أنه من ملامح شعر رأس المعتاد إلى أسفل الذقن لمن لا لحية له، ومن كانت له لحية فلأسفل اللحية، وأما حده العرض فمن وتد الأذن إلى وتد الأذن، فهذا كله من بغي غسله، ومن كان ذا لحية فرق فهؤلاء بين أن تكون لحية كثيفة فيكتفي بغسل ظاهرها أو خفيفة ترى البشرة من تحتها فيجب التحليل. نعم، ولذلك ورد عند في هضم ابن عاشر خلل شعر وجهه إذا من تحته الجلد ظهر، أي إذا كان الجلد ظاهرا تحت اللحية فينبغي تخليل ويجب تخليلها حتى يصل الماء إلى البشرة، لأن البشرة هنا صارت داخلة في المواجهة. هذا بالنسبة لغسل الوجه، وقد بينت أن الماء ينبغي أن يرفع إلى الوجه لا أن يضع الوجه في الماء كما يفعل كثير من الناس، وهذه من أخطائنا في الوضوء أن الناس يعني يملؤون أيديهم بالماء ثم بدل من أخذ الماء إلى الوجه يأخذ الوجه إلى الماء، فهذا خطأ. أيضا أنه يضع الماء في أسفل وجهه ثم يرفع يده بعد أن سكب منها الماء سيكون ماسحا أعلى الوجه لا غاسلا، والآية تقال اغسلوا، فيكون هنا خطأ في الهيئة في الطريقة، ينبغي الانتباه إلى هذا، فيقبل الماء إلى أعلى الوجه ثم يترك فينساب على الوجه ثم تأتي اليد بعد ذلك لتتم عملية الدلك فيكون غاسلا لوجهه على الطريقة الشرعية. وهذا مهم جدا، لأن الأحاديث التي ورد فيها إسباب الوضوء كلها تحمل على الإتقان، يعني الإسباب هنا ليس كيفهم كثير من العوام هو إعادة الوضوء المرة بعد المرة، لا، الإسباب هو الإتقان، أن تتقن الوضوء فيضع وضوءك مثل الطريقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة هكذا، والطريقة هي أن يوضع الماء في أعلى الوجه ثم ينساب الماء ويعني يمرر المتوضئ يده مع وجهه ومع ما غار من الوجه يعني كالعينين وغير ذلك وترة الأنف وكذا حتى يكون ذلك في وجهه غاسلا له مثل ما نطقت به من ذلك. نعم، فنية وغسل وجهه بعدها، ثم قال وغسل كاليدين بالمرافق. الآية حدثت لنا أن محل الغسل باليدين هو إلى المرفق، فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وهنا الفقهاء قالوا أن إلى هنا بمعنى معا، إلى بمعنى معا، أي الذي لم يغسل مرفقه لا يغسل متوضئا وضوءا صحيحا. بعض الناس يستعجل ربما لا يغسل مرفقه وإنما ينتهي إلى المرفق، فيكون بعض المرفق غير مغسول أو لا يغسله الماء، لا، ينبغي له حتى يكون وضوءه صحيحا أن يتجاوز المرفق ويشرع في العضو، لا بد أن يغسل القليل من هذا، العضو هو هذا المكان، لا بد أن يغسل منه القليل لأنه لا يكون آتيا بالواجب إلا إذا غسل المرفقين وغسل القليل من العضو، لأن القاعدة المعروفة عند الفقهاء ما لا يتم أو الأصوليون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي لا بد له أن يغسل المرفقين لأنهما داخلين في محل الغسل ويشرع في العضو وهو هذا العضو القصير يشرع في غسل القليل منه حتى يكون المرفقان داخلين إن شاء الله في محل الغسل ويكون يعني وضوءه صحيحا. لذلك قال وفنية وغسل وجه بعدها، قال وغسل كاليدين بالمرافق، أي أن المرافق داخلة في الغسل، فمن غسل دونها فيكون ماذا؟ وضوءه ناقصا لا تصح به الصلاة، ومن تجاوزها كثيرا يكون عنده غلو في الوضوء، وهو أنه تجاوز المحل الذي بينه الله عز وجل، لذلك من مكروهات الوضوء أن يعني يتجاوز محل الغسل، فلا يتجاوزها مثل ما كان يفعل سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كان يطيل حتى يصل إلى الإبل، يعني كان في وضوء
الله عليه وسلم في حديث الغرة، يعني أنكم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين في حديث الحوض، قالوا بما تعرفنا يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خير غرا محجلين أيعرف خيرا؟ قالوا نعم يا رسول الله. كذلك أنتم تبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أن المتوضئ يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتي ومحل الوضوء فيه نور أبيض، يعني وجهه الذي كان يغسله في الوضوء يأتي أبيض، ويديه التي كان يغسلها تأتي بيضاء، ورجليه تأتي بيضاء، فيكون مثل الفرس، مثل الفرس الذي يكون في وجهه البياض وفي قوارمه البياض. كذلك المسلم المتوضئ قال أعرفكم أنكم تبعثون أو تردون علي غر المحجلين. أبو هريرة رضي الله عنه فهم هذا فتأول الحديث، قال فأردت أن أطيل غرتي، أي أن النور لا يكون عند المفرق فقط بل يكون إلى هنا. هذا مذهب خاص لأبي هريرة، خلفه فيه إمام الإمام مالك، فقال الإمام مالك إن كمال الطاعة في كمال الالتزام، إذا ربي سبحانه وتعالى قال إلى المفرقين تكون طاعتك أكمل عندما تلتزم أمرك الله عز وجل به. لذلك الفقهاء تكلموا عن المسح والغسل في الرأس، ربي قال امسحوا، من غسل رأسه هل يكون مؤديا للفرض؟ قال نعم يكون مؤديا للفرض، ولكن الطاعة لمن مسح أكمل لمن غسل، لأن من مسح يكون مطيعا لله عز وجل أكمل ممن تجاوز المسح إلى غسل رأسه وإن كان وضوءه صحيحا. فكلما التزمت النص الذي ورد عن ربك عز وجل وعن نبيك صلى الله عليه وسلم كنت اكمل في الطاعه واكمل في الامتثال والزم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره هذا رايه الخاص، فهم من الحديث انه اذا اضاف الغسل او زاد في الغسل الى هنا ان النور سيكون الى هنا، فقال اردت ان اطيل غرتي. اما امامنا مالك والذي عليه مذهبنا ان اطاله الغره المقصوده هي اطاله امد الوضوء، كلما كان عندك انت اليوم 24 ساعة، كلما إذا استطعت أن تكون في 24 ساعة متوضئا فغرتك أطول ممن يتوضأ أربع ساعات فقط، وأكثر ممن يتوضأ للصلاة فقط ثم يكون على غير طهارة بعد ذلك. كلما طال وضوءك وطالت طهارتك كلما طالت غرتك عند الله سبحانه وتعالى. فالذي عليه أكثر العلماء أن المقصود بالغرة هنا هي إطالة أمل الوضوء إلى تجاوز المحال أو المواضع التي بينتها الآية. فهذا بالنسبة لغسل اليدين مع المرفقين، والطريقة الصحيحة أن يأخذ الماء بيديه ثم يرفع يده فيتساب الماء إلى المرفق، فيكون بادئا بأطراف الأصابع ومنتهيا بالمرفق فينتهي بما انتهت به الآية. بعض الناس ربما يأتي في غسل اليدين يبدأ بالمرفقين ويرفع الأصابع، هذا مخالف للطريقة الشرعية، لأن ربي ماذا قال؟ قال وأيديكم إلى المرافق فجعل المرافق هي الغاية. نفهم من هذا أن الأصابع هي المبتدأ، فأنت عندما تبدأ فتحمل الماء في كفك ثم تجعله ينساب ثم تدفعه بيدك ذلك حتى المرقبين وتدور يدك على المرفق تكون مستجيب لله عز وجل ومتبع ومبتدئا من حيث ما بدأ الله عز وجل وهو أطراف الأصابع والانتهاء بالمرفقين. طبعا مع تخدير الأصابع، وتخدير الأصابع في الوضوء والغسل واجب، فينبغي ماذا؟ أن تخدر الأصابع، لأن ما بين الأصابع من اليد الذي يجب غسله، ولذلك قالوا تغسيل أو تخليل الأصابع واحد في الوضوء، على خلاف أصابع القدمين فتخليلها مستحب وليس واجب، من اكتفى بغسل القدمين فقط، ظاهرهما أعلاهما وأسفلهما ولم يخلل أصابع القدمين نقول فاتك الأكمل ووضوءك صحيح، أما من لم يخلل أصابع اليدين وضوءه باطل، لماذا؟ لأنه ترك شيئاً من الواجب ولم يخلل، ولعل الحكمة في ذلك كما ذهب إليه الفقهاء، قالوا أن اليدين يعني نظراً للاتساع ما بين الأصابع صار كل أسبوع بمثابة العضو الذي يجب غسله كاملاً، يجب غسله كاملاً، أما القدمين فلما كانت مضمومة أصابعها مضمومة أشبهت كلها القدم كلها أشبهت عضوا واحدا يكتفى بغسل ظاهره، هذه حكمة. وهناك من قال لا، قال لأن الأصابع هي التي يستعملها الإنسان في الملامسة وفي العمل فهي عرضة إلى ماذا؟ إلى النجاسة، لذلك الشرع طلب تخليل الأصابع حتى تزال ما بينها من النجاسة، أما القدمين فإنها لا تستعمل في ذلك فاكتفى الشرع بغسل ظاهره. هذا بالنسبة لليدين، إذا يرفع الماء بكفه ثم يجعله ينساب إلى المرفقين ويمرر يديه على يده كلها حتى يدورها على المرفق ويخلل أصابعه فيكون بذلك إن شاء الله غاسلا، مع مراعاة الخاتم لمن يلبس الخاتم أو الإسورة
أو الساعة، فقد تكون هذه من الحوادث التي تمنع وصول الماء إلى البشرة فيكون الوضوء باطلا. الخاتم ربما ذكرناه مرة، قلنا أن الخاتم منظر، هل هو مباح لنفسه أو حرام لنفسه؟ فالمرأة التي تلبس خاتم الذهب لا تطالب بتحريكه ولا تطالب بنزعه، لأنه أذن لها في نفسه، فإن كان واسعا دخل الماء من تحته، وإن كان ضيقا يصبح ظاهره هو الذي يجب غسله لا محل. هذا إذا كان الخاتم مأذونا فيه. أما إذا كان الرجل مثلا يلبس خاتم ذهب، خاتما من ذهب، فإنه يجب عليه نزعه سواء كان واسعا أو كان ضيقا، أي الذي يلبس الخاتم الذهب من الرجال هو حرام عليه، ويتوضأ وضوءه باطل إذا لم ينزع الخاتم، على خلاف المرأة، على خلاف الرجل الذي يلبس خاتم الفضة، فإنه لا ينزعه سواء كان ضيقا أو كان واسعا وضوءه صحيح، لأن الشرع أذن له في نفسه. هذا بالنسبة لغسل اليدين. مسألة أخرى قد تطرح في مسألة غسل اليدين وهي مسألة النظافة. بعض الناس يقول أنا توضأت وكانت أظافري طويلة، ثم بعد الوضوء قلمت الأظافر، نزعت الأظافر، كما يقع أيضا عند الحجاج وعند المعتمرين، يعني أنهم بعد الوضوء ينزعون أظافرهم، فيقول هل اعتدت بوضوء الأول أم لا؟ فنقول هنا يعني أن المعروف عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يتوضؤون ويغتسلون ثم يحلقون بعد ذلك ويغسلون الأظافر، وما ثبت عنهم وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بإعادة الوضوء، فدل ذلك على أن هذا غير مؤثر إن شاء الله تعالى. نعم. ثم قال فنية وغسل وجه بعدها، وغسلك اليدين بالمرافق ومسح كل الرأس بالمفارق، ومسح كل الرأس بالمفارق، هو يقصد هنا أن الفرض هو مسح جميع الرأس، وأتى بكلمة المفارق هنا للوزن، وإلا فهي من الحشو الذي لا يحتاج إليه في هذا البيت، ولكن هو أتى بها حتى يستقيم له الوزن، فقال ومسح كل الرأس بالمفارق، المهم هنا هو مسح كل الرأس. هنا أشار إلى مسألة خلافية بين المذاهب، وهي هل في مسح الرأس عند قوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، هل المقصود هو مسح الرأس كله، أي من منبت شعر الرأس المعتاد؟ طبعاً يقول الرأس المعتاد، لأن بعض الناس يغسل شعره إلى هنا وهو أغم مثل ما ذكرت في غسل الوجه، وبعضهم ينحسر شعره إلى اليقظة وهو الأصلح، فالأصلح مثلاً لا يمسح رأسه من منبت الشعر ويترك هذا المكان لأنه من الرأس، بل عليه أن يمسح رأسه من منبت شعر الرأس للإنسان المعتاد، وهو من هنا إلى نقرة القفاء أو منتهى الجمجمة، هذا المكان كله يجب عليه أن يمسحه. فعندما قال ربنا سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، فهم منها الإمام مالك بل والجمهور أن الباء هنا هي للإلصاق، الباء للإلصاق بمعنى أن تلصق يدك مع رأسك من أوله إلى آخره، ثم ترده إلى بداية بداية الرأس، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما نقل عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله عليه في كتابه في صحيحه بوب على حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله باب مسح الرأس كله، وقال البخاري هذا حتى يبين أنه لا يجزي أن يمسح بعض الرأس، مثل ما يقول الشافعية أنه من اكتفى بمسح بعض الرأس فقط فإنه يعني وضوء صحيح، حتى قالوا من مسح ثلاث شعرات من رأسه فيقوم آتيا ببعض فوضوءه صحيح، وبعضهم قال أنه يكتفي بمسح مقدار يديه فقط، وقالوا من مسح مقدار يديه من الرأس فوضوءه صحيح، الإمام مالك أخذ بالأحوى قال يمسح الرأس كله وهو ما نبه عليه النظم هنا، فقال ومسح كل الرأس، كل الرأس بالمفارق، أي أنه لا يكون وضوءك مجزيا حتى تضع يديك هنا ثم تمرر إلى منتهى الرأس ثم تأتي إلى حيث ما بدأت كما ورد عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وغسل رجليك بكعبيك استقر، وغسل رجليك بكعبيك استقر، هنا إشارة إلى غسل الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه طبعا تحتاج إلى بيان إن شاء الله سنعود إليه في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولذلك القادر عليه، وأسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا إنه ولذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.